السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. توقع المتنبأ الجوي صادق عطية الجمعة تسجيل أمطار في محافظة البصرة وميسان مساء اليوم. وقال العطية في منشور على الفيسبوك أطلعت عليه بغداد اليوم إن سحبا رعدية تحاول الدخول إلى أجواءنا من جهة إيران، وأضاف أن المشكلة أراضينا منخفضة والسحب بدخولها تعاني الاحترار والتلاشي، لكن نتأمل خيرا الليلة في البصرة وميسان بأمطار رعدية خفيفة.